لك حل. كان كنا بنو ادارات يا اخي. مش عادل. مش عادل. اي لا. كان واحد قصايد على بقدورة وبقطان. ما اللي يسوي خد عليهم كان داير هو اللي كان يستكلف بالبقدورة بشي تاعو حبيقه بفاميلته اللي موبيلي تاعو فهمتني. سي محمد هو كان يستكلف له دونك سي محمد خد على بالقمطار وعلى بوكندور. بوكندور كان مفتي والقمطار كان الامام الكبير. هما زوج اللي كانوا ومن بعد يجي الخلف من تحت. وكيفاش دخل في الآلة؟ كيفاش حتى ال أنا باش دخلت الآلة؟ لا 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 سي نكحل نكحل دخل الآلة. كيفاش دخل الآلة؟ كان هذاك الوقت بابا سيدي أنا يا قطان بابا ديما هيدا هو راجل خالته. صح خالته وقرا عليه وكي يجي للدار عندهم خاطر كانوا ساكنين كل وقت صباح. كانوا كل ساكنين وقت صباح الله ساعات يقعدوا تما ثلاثة أربع أيام عشر أيام على بالك. كانوا الكبار يتحبوا بعضهم بعض الخواتات يتحبوا بعضهم بعض ساعة ساعة يقصدوا ما بدا يدخل في المعمعة يدخل في المعمعة رجع راسه خفيف بين فيه رفد الحاجة تقول له بارك يا له مرة خلاص خلاص رفدها واش اشتراها بالكلام تاعها بالشي تاعها مكان المرمى كان الى الله محمد رسول الله. كان ثلاثة تاع الناس لا كتاب ولا شيء لا ورقة لا والو لا لا والو ثلاثة كلش مخ. سي محمد واش عادل سي محمد الفخارجي وسي غنم بوفاريك. سيبوا لهم فارق في الطبع تاعو في الحوزه والصرافات فهمتني في العربيه والاخرين في كل شيء. وشنو قال القران؟ حافظين القران حافظين قال موسى حافظين حاصل كل شيء مختومين كل حاجه ما تقدرش تتعلمهم من المحال ما من الجبابير الكبار ما يكتروش الهضره فهمتني على بالهم وما يغيروش راسي. هذا هو دخل المعمعة صح وحفظ الآلة كاملة باش تصاد. ايه قالوا تعلم القصايد كاملين صح. قالوا بابا يعيطوا له القصايدي قال لك باش تصاد وحاج باش تصاد وسي محمد باش عادل باش تصاد ومخهم دورة باش تصاد هو المعلم الكبير فهمتني هذا كل اقتصادي في ستة ولا في سبعة كل يوم صار يدخل سي محمد الخارجي ومن بعد دخل مرزاق ومن بعد دخلنا حنايا ومن بعد دخلت هنايا وسيد أحمد وخزناجي وجا الخلف من بعد وجاد رضا بسطانجي وبدا الخلف بدات بشوية وجات لانديبوندونس. هو كان وكيل تاع سيدي محمد وكيل سيدي محمد كان وكيل سيدي محمد كان وكيل سيدي محمد قبل ما كان في الوكلاء
كانت عنده حانوت في لاكاد لاكاد تخاخني. كان تخاخني ها؟ تخاخني بعجران. بغطبة. بغطبة. حاكم الله. وخادي بتعمل وخادي بتخالته قال هذه بنت العمالي. خالتنا الكبيرة احنا نعيط لها خالتي ما انا نعيط لها خالتي كيف كيف. ايه بيان سور. هذه انا عمالي كان مفتي انا في جامعة جديد. مفتي كبير. كان مفتي كبير وكان مفتي المالكي وكان الحنفي. كان في الحنفي هو حمود معلم. هذو مالي كانوا مفتيين. قلت لك كان احكي لك مقبلات على جامعة كتشاوة كيفاش. جامعة كتشاوة كي دخلت فرنسا من 1930 قعدوا 4 مشايخ ما حبوش يخرجوا من تم. ما حبوش يخرجوا ما كاش عياب يوم باش يخرجوا يجيبوا لهم الماكلة كدا عياب ما حبوش يكسروا حب يكون يضربوها من المدفع يحبطوها. وما حبوا يخلوها هكذا خرجوهم بشويه 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 قريب عام وما معاهم باش خرجوهم. شكون هاد 4 يا محمد؟ والله ما نكذب عليك شكون فيهم؟ صح فهمتني؟ 4 اللي كانوا قبل من 1930 باش نضحك. كانوا تماك هذه يا سيدي ما راحوا حتى 31 31 من تم طلعوا الحوانت سيدي عبد الله. في 31 طلعوا الحوانت سيدي عبد الله قرر من 31 حتى 1905 ولا 1904 بلاو سيدي عبد الرحمن. هيا بلاو سيدي عبد الرحمن هذوك المشايخ تاع المدرسة اللي حضرنا احنا بهم كشيخ بريمات هيدا اللي علم يمنا واسمه شنو قال بنشنب هيدا بوشاشية بوشرابة ماشي بوشاشية بوشرابة هادو ثلاثة اللي كانوا ومن بعد جا بن سمايا وجا البريمات وجا الشيخ بابا ومن بعد شيخ المشري شيخ ابن زكري وشيخ واش راه يطول مصطفى يلس الله يرحمه هادو هما اللي كانوا حب يقول نعم كانوا حب يقول كانوا يتلاقاو في النادي الترقي في بلاصة العود. نعم. برميار إيطاج كما ماشي هو يبيع رزقة الجواجين. كما يقول لها رزقة الجواجين. كنت تفطر تطلع برميار إيطاج كان عمي محمد كمال هو كان سكان سليطن كيما سليطن عمي محمد كمال خدا السكرتير كانت تماك شيخ العقبي يدرس ويروحوا هما كل المشايخ هذوك الكل يطلعوا تماك. ومن بعد تفر الشيخ العقبي قعد وحده وسال العقبانية وحده والاخرين طلعوا زاد كنت لقاوة العريش الفوق ريروندون الفوق دار العلماء كانت الشيخ ابراهيمي وش يطلعوا ولي مات وش يطلعوا جلالي يا برمان الطالب هذاك طيب الشيخ ابراهيم هو طالب كان ثلاثة ولا أربعة كان سي الهاشمي التجاني كان كنت بتنا على الشهادة يا ربي واسمه الشيخ اللي كان قال العربي تبسي كانوا حاب يقول مشايخ بزاف اللي كانوا تماك مراسين هذه الفرقة اللي كانت فيها وبدأت تطور الحالة تطور بشوية 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 حتى برت الحالة جات لانديبندونس وكانوا يسناو فيها
كان عمار الرسام ومحمد الرسام هذو كان خذوا بين الآلة ويحبوا الآلة كهباي كان هذا كهباي عمار الرسام عمار الرسام خدا بلاصة بابا في الوكلاء في سيدي إبراهيم كان سيدي إبراهيم تاع البحر تحت كان غاشي كبير تما كاين كان الناس نوايا كان لا بيان سور إما سيدي عبد الرحمن يجي يرمي في الصندوق يجي يرمي في الصندوق سيدي عبد الرحمن هو الوكيل هو اللي هو يرفض يرمص الحالة يرمص يرمص فهمتني كان وكيل كان هذاك الوقت أمين حاج قدور أمين هذاك خليمة صح أيوة ومن بعد جاء اسمه حاج موسى الله يرحمه بعد الحاج موسى جات للديبوندونس جا حطوا واحد كان وليد بلاده وراح لي اسمه ومن بعد انا ما قعدتش بزاف واحد 3 سنين ولا 4 سنين ودخلوا اصحاب بنات الحاله ما حضروش وسيلة حال خالته عمي مامد اي ماله وليد خالتي الله يبارك حنا كانوا كل جمعة يتلاقوا في دار كان يلعب الكويترا يخدم الكويترا جمعة هنا جمعة عندنا الفوق جمعة عند خالتي أخرى وكثرتها عندهم حطوا عندهم خاطر المجنى تاعهم كبير حنا الدار كبيرة عندنا كيف كيف صار لهم أكثر البيوت بزاف الله يبارك عمي مامد في طبيعته كيفاش كان في سيرته؟ خاطر نهنيني نهنيك باش ما عندوش قباحة ولا شيء ما عندوش الهضرة بزاف صح كان مسهل هنيني نهنيك هنيني نهنيك كان يبحث كان يحب يبحث على الدكتورات على كيفاش كان مولوع بهذا الشيء يبحث ويحوس يبحث معلوم ايه كان عالم يسمى في الاله انا اقول لك حافظ القران حافظ الدمياضيه تاع قلم موسى حافظ سمعتني حافظ الاله حافظ العربيه كامل حافظ الحوازه كاملين حافظ او مخ عند ربي سر الله شيء الهي كاش ابو مسهل ما كما تقول يقول لك ما عليه الله يرحمه كان الله يرحمه برحمته كان الرحمن يحبط للحياه كل جمعه وما يقول شيء كان عميم محي الدين هو اللي طلع اليوم علمهم في البيوت بعد عمي محي الدين دحمان رجع يحبط للحياة كل جمعة صباح يحبط 8:30 يكون في الحياة حتى 12 ياخذ هذه زوج شغالات شي اللي كتب الله هي الشغال والزوج ولا في الجمعة هذيك يديهم كان كل جماعة يحبط الله يرحمه وراح الله كان يرحمه وجاء وقت و... هذه الدنيا وراحوا العباد هذه الدنيا وحنا كنا كل 15 يوم نسي حضرة عندي في الدار ساعات عندي ساعات عند محمود القميحي ساعات عند باكير ساعات عند سيد علي بن مرابط ساعات عند عمي حميد الكاتب سعد عند عمي حسن بايقطار يعني من كل جمعة كان ايه وين تنصبوها ايه لا سيد احمد ومحمود هذا وسيد علي معنا الشيخ سعد يجي سعد ما يجي سعد تحكم له يجي سعد يقول لك يا عيال
الخارجي المرزاق وسي محمد ما يجيش. سي محمد ما عنده الضيقة والمرض يأكل فيه. الله يرحمه. الله يرحمه. نحن نشوف